يطوى اكثر من 76 السلام شهيدا. عليكم، مجازر جديدة في تابعت الغوطة. اليوم ميليشيات اسد قصفها في مدن وبلدات الغوطه الشرقيه، حيث تعرضت اليوم مدن وبلدات حرستا وعربين ودوما والمرج والجوبر وحزه ومسرابه، بالاضافه لعين ترمه ومدقره، للقصف بالمدفعيه الثقيله، كما استهدفت ميليشيات الاسد بصواريخ الارض ارض الأتراك عربين والأمريكان وحرستا. يتفرجون لدينا اليوم على قصف عشرات الغوطة الجرحى الشرقية. نتيجه القصف من قبل ميليشيات الاسد. طبعا اليوم اعلنت الهيئه الشرعيه عن الغاء صلاه الجمعه بسبب الاستهداف المركز من قبل قوات النظام للمساجد. طبعا اذا تحدثنا عن الاحصائيات في الاربعه ايام الماضيه، حتى اللحظه لدينا 239 شهيد، يوم الاثنين سقط هذا 36 شهيد. الخذلان. الآن الشعوب العربية نريد ان تخذل تدخل معنا، ولكن نريد ان نساء ننتقل الى وأطفال غوطة البث المباشر وأدلب. من القاهرة. استمرارا لجهود قوات إنفاذ القانون، قامت عناصر من قواتنا الجوية باستهداف بعض البؤر والأوقار ومخازن الأسلحة